وهل ثبت أنه في آخر الزمان إذا نزل أنه يتزوج ويولد له؟ إلى حضرنا وشفنا علمناكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما قولكم في قول القائل؟ لواحد سأل أحد التابعين قال له: إبليس له ذرية وله زوجة؟ قال: ذاك عرس ما حضرناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. الأسئلة التافهة، ليش تسألونها؟ نعم.